الحقيقة من الأمور التي جدت في وقتنا هذا وسائل التواصل، ومن أشكال سواء وسائل التواصل أنها موجودة في جيبك، يعني هي معك، ليس تحتاج أن تذهب لغرفة بعينها وتشغل جهازا بعينه كما كان قديما يستخدم في النت، الآن هي معك في جيبك، وأنت جالس بين الأذان والإقامة تنظر ما الذي كتب وما الذي قيل وما الذي يدور في يعني أسرار الأسرار في أقصى البلدان. ولذلك قد يقال إنه متعلق بالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن آخر الزمان يتقارب كما في البخاري، قيل والتقارب بثلاثة أمور، إما تقارب الزمان بمعنى أنه يكون الوقت سريعا كما فسر عند الإمام أحمد بن حيث عوف الأشجعي عوف بن مالك، وإما أن يتقارب الزمان بحيث أنه ما كان الخبر ينتقل في زمن طويل أصبح ينتقل في زمن قصير، أو أنه يتقارب الزمان في المسافات، فما كان ينتقل إليه بين البلدان في مسافة طويلة أصبح يتقارب فيه الزمان فينتقل إليه في مسافة قصيرة، وهي وسائل المواصلات، وكل هذه موجودة والعلم عند الله عز وجل. المقصود من هذا أن هذه الوسائل لا شك أن فيها نفع، ونحن نعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، ما في شيء شر محض، والشر ليس إليك، من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، فلا يخلق الله جل وعلا شرا محضا. حتى إبليس حينما خلقه الله عز وجل وأوجده فيه فائدة ليميز الخبيث من الطيب، الناس درجات الجنة بعضهم أعلى من بعض، والسبب أن ذاك قد اتبع بعض خطوات الشيطان والآخر قد عصاه، وذاك في الجنة والآخر في النار، وذاك في أعلى درجات الجنة والآخر في دونه في الدرجات. إذن فالله عز وجل لا يخلق شرا محضا، ففي كل شيء خير، ولكن حقيقة طالب العلم وقته عزيز، لا تتصور كيف وقت عزيز، جدا وقته عزيز، وخاصة في سنية معينة في عمره، لا أقول في طفولته، في الطفولة لها وضعها، وإنما في فترة يعني العلم وحضوره، خاصة في العشرين والثلاثين، لأن المرأة إذا وصل الأربعين انتقل لمرحلة أخرى في سنه، تغير تفكيره، تغير نظره للأمور، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يتغير المرء بعد الأربعين. لكن أنا أتكلم عن مرحلة العشرين والثلاثين، وهي يعني لب عمر الإنسان ووقت إنتاجه وتحصيله للعلم وكتابته وفهمه وقدرته البدنية والعقلية وهكذا. مثل هذه الأوقات الحرص، مثل هذه الأزمان أو الأوقات من العمر الحرص فيها على الزمن مهم جدا، وكان أهل العلم يعنون بأوقاتهم، لو نسمع بعض أخبار في ذلك نرى عجبا. كان يذكرون أن النووي عليه رحمة الله كان إذا حضر لا يأكل إلا كعكا، لأن الكعك لا يحتاج إلى هضم، ما يحتاج إلى هضم، فيأكله التهاما، ففيه أوفر الوقت، يوفر ربع ساعة أو عشر دقائق قيمة وجبة. فغير من أهل العلم ابن الجوزي كان إذا حضر عنده أحد ضيف وجاءه يستغل حضور هذا الضيف فيما لا يحتاج إلى تفكير، في قطع الورق وفي بري الأقلام هو، وربما إذا كان ضيفه يمون عليه قال لن ابر معي، فيبري معه الأقلام، طبعا بري الأقلام ليس بالراية وإنما بالسكين مثلا، فيكون عنده عشرين قلم أو ثلاثين، وقص الأوراق وتهذيبها وتجليد الكتب. إذن فقضية الاستفادة من الوقت مهمة جدا، وأنت تعرف المرء من حداثة السنة في قضية الاستفادة من الوقت، في فرق بين الانغلاق الكلي عن الناس وبين الاستفادة من الوقت. بعض الناس ينغلق ويجلس في بيته ويفتح هذه الأجهزة في التواصل والنت وغيرها فيضيع وقته، هذا شيء آخر. ولذلك طالب العلم حقيقة يعني باستقراء لكثير من طلبة العلم، الذي ينفع الله عز وجل بجهده وبوقته هو الذي يتخفف عن أشغال الدنيا، يتخفف قدر استطاعته. إذا كان الشافعي يقول لا تأخذ ثانية، زوجة ثانية، مع أنها من المباحات المشروعة وفيها أجر في أحيان كثيرة، مع ذلك فما ظنك بالانشغال بمثل هذه الأمور؟ والحقيقة أن وسائل التواصل لطالب العلم بالخصوص مشغلة، مشغلة، فمن شيء فيه خبر، ومن شيء فيه إشاعة، ومن شيء ثالث أو أمر ثالث فيه تعليق على خبر وتحليل بين صادق وكاذب، ومن أمر يتعلق بنكتة وغير ذلك من الأمور التي لا فائدة منها. وثق أن ما تجده من علم أو تظن أنك ستجده من علم هنا ستجده في غيره، وستستطيع الاستغناء عنه، فمثل هذه الأمور يمكن الاستغناء عنها وتركها. بل إني أقول لك شيء، هناك بعض الناس يعتمد في البحث
لكي يقول لك أنها استغناء. الآن يقول الموسوعات الشاملة وغيرها والحديثية هذه النت. بعض الإخوان يقول أنا ضدها، لا أرجع لها مطلقا، لأن الاعتماد عليها جعل الطالب العلم لا يرجع للكتب، فكان الناس يقولون له أنك سوف تضيع وقتك وهذه تختصر عليك وتفيدك. تبين بعد ذلك أن طريقته أصح، وأنه هو الذي يستفيد أكثر من غيره، لأن المرء إذا أراد أن يبحث مسألة أو يبحث عن حديث سيقرأ في طريقه 100 حديث قبل أن يصل الحديث الذي يريده، ثم بعد ذلك يستفيد فوائد ربما أضعاف ما أراد، ويجد فوائد لا يريدها أو غائبة عنه. هذه الأشياء هي من العلم، فأحيانا طول البحث في العلم، طول البحث في العلم يزيد العلم، وأما الاختصار في البحث والوصول المعلومة بسرعة قد يكون سببا في إضعاف العلم، سببا في إضعاف العلم. وقد قلت لكم قبل قليل أن الفارق قال إن الفقهاء يتعمدون تصعيب العلم لكي المرء يستفيد أكثر وتقوى ملكته. ولذلك أنا نصيحة لي ولكم أن المرأة يحاول أن يتخفف من هذه الوسائل، يحاول أن يلغيها وأن لا يعني ينشغل بها كثيرا إلا في شيء يعني ضروري، فيكون إن استطاع يعني أن يتحكم بنفسه فالحمد لله، إن لم يستطع يحذفها ولو فترة يرتاح. بعض الناس لو حذف عنه لم يأتي بهاتفه معه ربما أحس أن الدنيا قد يعني انهدمت وتأثر، تأثر كثير جدا، كثير الآن موجود عندنا عندما يفقد هاتفه يوم كامل أو يومين ليس معه كأن الدنيا يعني تغيرت. وذلك يجب أن تعود نفسك على تركه، أتركه أيام ليكون معك آخر للتواصل مع أهلك، وهذا الذي فيه وسائل التواصل تركه أياما كثيرة، أياما كثيرة. فأنا أقول حقيقة أن هذه أشغلت الناس وأضاعت أوقاتهم، إضافة إلى أن فيها أمر خطير جدا وهو قضية الهم. هذا الهم ليس بالسهل، سماع أخبار الناس تكسب المرأة هما، وهذا الهم من أعظم العوائق، نسينا نتكلم عنه وهو الهم، ما يقع في النفس من الهم، من أعظم العوائق التي تصرف عن العلم الهم. ولذلك ثبت عن شريح القاضي رحمه الله تعالى أنه إذا جاءت الفتن لا يستخبر ولا يخبر، لا يسمع أخبار ولا يتكلم فيها. وتلميذه إبراهيم النخعي كانت إذا جاءت الفتن يستخبر ولا يخبر، لا يتكلم ولكن ربما سمع الأخبار. وأما شريح فلا يستخبر ولا يخبر، وذلك حدث في وقته فتن عظيمة ومن الله عز وجل على شريح وهو مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره بالعصمة من كثير من الفتن. ولذلك عدم الاستخبار هذا أحيانا يريح ذهنك فتطلب العلم وأنت في حالك وأنت منشغل في طلب العلم. ومثل هذه الأخبار أحيانا تجعل الواحد لا ينام، خاصة بعض الناس مثلي أنا أحيانا إذا سمعت بعض الأخبار ما أنام في الليل من كدر في النفس وتكدر وما باليد حيلة، لا أستطيع أن أفعل شيئا، لا أستطيع. فلذلك أرح نفسك واستن بما فعله شريح وإبراهيم النخعي فإنهما إمامان عظيمان، فتنشغل أو فترح بالك وينصرف لما تستطيع أن تنفع به وهو العلم. إذن هذا الأمر الثاني، قلنا الأول تضييع الوقت، الأمر الثاني أنه مشغلة للذهن، الأمر الثالث وهذا مهم جدا أن مثل هذه الوسائل قد يأتي فيها يتكلم فيها الصادق ويتكلم فيها الكاذب، وهذه خطيرة. فالكاذب هذا في العلم وفي غيره يجعل في قلبك شيئا ينشغل الذهن به. نحن نعلم أن محمد بن شهاب الزهري يقول أحيانا أضع يدي على الورقة لكي لا أحفظها، لأنه كان قوي الحفظ ما أبغى أحفظها، وكان بعضهم يقول أسد أذني لكي لا أسمع كلام الناس في السوق فأحفظ كلامهم. كذلك الذي يقرأ هذه القراءات التي هي منها الكاذب ومنها الذي يأتي بكلام يعني فيه أهواء في أمور الشرع سواء في باب الاعتقاد أو في باب التكفير أو في باب الفقه أو غير ذلك المسألة وهي متداخلة، قد يقع في النفس شيء أو تنشغل به النفس، فحينئذ يكون أمرا خطيرا. ولذلك أيها الإخوة، وهذه نسيتها، أن من أعظم عوائق طلب العلم الانشغال بالجدل، وللأسف أن وسائل التواصل مما يعين على الجدل. الجدل هذا من أكثر ما يعيق عن العلم، وذلك عقد الدارمي في السنن بابا كاملا في النهي عن الجدل عن العلم في العلم، وما زال أهل العلم يحذرون منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن حسن خلقه، وقال وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فترك المراء
وعدم المجادلة في الدين من أعظم الأمور. ومن طلب العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء فهو حسبه، لا يستفيد منه شيئا. ومثل هذه الوسائل تجد فيها من الممارات والمجادلة، وحتى هذا الواتساب وغيره تجد فيها يقول نجعله علمي، فيتكلم أحدهم بمسألة ويتكلم الثاني لينتصر لنفسه، وهكذا تجد أشياء هي في الحقيقة من عوائق العلم وليست من وسائل تحصيله. إذن إياك والمجادلة، إياك والمناظرة، أنت تبين العلم وتقرأ العلم لكن لا تنشغل بالمناظرة والمجادلة، فإنها آفة من آفات العلم وعائق من عوائق تحصيله.